الوغ اليوم المنصه كتنظم لقاء تشغيل في الدوره ديالو الثانيه على مستوى المنصه، والدوره الثانيه 10 على مستوى كليه عين سبع بشراكه مع كليه عين سبع العلوم القانونيه الاقتصاديه الاجتماعيه. الوغ هذا النشاط هذا الهدف منه هو اولا التعريف بالمنصه وبالخدمات اللي كتقدمها للشباب، وثانيا مساعده الشباب لولوج سوق الشغل من خلال تشجيعهم على جهاز مقابله التشغيل، وكذلك من خلال تكوينات وورشات مع مختصين اللي غتعاونهم اللي غتدعم التشغيل ديالهم وغتعاونهم باش يدمجوا في سوق الشغل. الوغ المنصه غتستقبل اولا هذا الملتقى التشغيل غيستقبل ازيد من 40 شركه مقاوله في ميادين متعدده في الفندقه في السيرفيس في لانيوستري اكسيتيرا اللي غادي يجوا ان شاء الله دونك باش ينتقيوا هاد الشباب، وبيان سور دونك اللي غادي يجوا على المعايير الانتقاء ديالهم دونك يمكنوا التشغيل ديالهم. المنصة كما هو معلوم أحدثت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شقها الثالث، وقد بدأت عملها منذ سنة 2020 شهر 6، ومنذ ذلك الحين منذ ذلك الوقت قامت المنصة بمجموعة من الإنجازات تعتبر قياسية بالنظر للظروف التي تعمل فيها، وهي كما هو معلوم بالنسبة للجميع جائحة كورونا وما ألحقته بمختلف القطاعات. من بين الإنجازات التي قامت بها المنصة هو تنظيم الدورة الأولى للتشغيل، والتي كانت ناجحة بكل المقاييس، وقد أصبحت وجهة بالنسبة للعديد من الشباب الباحثين عن الشغل. هذا النجاح دفع بالمنصة للتفكير في تنظيم الدورة الثانية، وهي التي نحن بصددها الآن. هذه الدورة التي تعرف مجموعة من الأنشطة، أنشطة عبارة عن تكوينات في مختلف الميادين، يعني تقنيات البيع وإلى غير ذلك من التكوينات، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وحضور مؤسسات أيضا وازنة. الهدف من كل هذا هو مساعدة الشباب على إيجاد مناصب للشغل. وبهذه المناسبة أتوجه بالدعوة لكافة ساكنة سيد البرنوسي أو شباب سيد البرنوسي من أجل الانخراط في إنجاح عمل المنصة. اليوم كنت واجد هنا بصفتي طالبة مستفيدة من هذا الملتقى، هذا الملتقى اللي كيخول الطالب أنه يتكون قبل ما يمشي يدوز أن أونتروتيان، كتعاونوا بدي فورماسيون اللي كيوجدوا فيه معاه لو سيفي ديالو بروفيسيونيل، كيوجدوا كيفاش أنه يمشي يدوز أن أونتروتيان زعما بنجاح. و أبخي كتجي لافاز ديال الغوكروتمون اللي كيجيو الشركات، وبصفتي مستفيدة كنبغي نشكر المنصة لا بلاتفورم دي جان على هذه المبادره ديالها، لانها كتساعد الطالب بانه ينخرط في سوق الشغل ويكمل المسيره المهنيه ديالو. لان احنا كنتعاملوا مع جميع المؤسسات التعليميه على الصعيد الوطني، كيديروا لا فورماسيون تيوريك لهاد لي جون او نيفو ديال المدارس، كسوا الجامعات ولا المدارس المتخصصه، وكيدوزوا عندنا لي ستاج كنهيئوهم باش يدخلوا الميدان ديال العمل بواحد الكفاءه اللي هي مطلوبه عندنا في المحلات التجاريه ديالنا وفي لي سياج ديالنا. الوغ المهن اللي كنطلبوا جميع المهن، اللوجيستيك، المشتريات، في المتاجر، لي كوميرسون، جميع المهن مطلوبه عندنا.